عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين الحباب؟ كي دايرين الحبيبات؟ لبس عليكم. كي دايرين مع صحتكم؟ كلشي بخير. كنتمنى يا ربي ديما تكونوا في صحة جيدة ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن احسن الاحوال يا ربي. المهم قبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش تابوناو عندي في القناة وتضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالي. ومرحبا بكم، الف مرحبا في العائلة سعاد بيوتي. اليوم جبت لكم واحد الوصفه لي سحريه، وصفه غزاله غزاله كتبان من اول استعمال بالنسبه للناس اللي كيعانيو من المشكل ديال السنان، عندهم سنان صفرين وعندهم حتى داك الكالكال اللي كيكون ما بين السنان وتسوس الاسنان، وعندهم حتى داك الرائحه الكريهه اللي كتكون في الفم، وحتى الناس اللي عندهم المشكل ديال اللثه، عندهم اللحم ديال السنان مريض بزاف لدرجة أن اللحم كيهرب لهم على السنان. اليوم جبت لك واحد الوصفة اللي غادي تهنيك نهائيا نهائيا من هذا المشكل. الأول حاجة اللي كنستعمله وهو المكون الرئيسي في هذه الوصفة وهي البومادة الصفراء. البومادة الصفراء اللي كل شي كيعرفها، البومادة الصفراء يعني راها ديال العينين، نورمالمون هي ديال العينين، ولكن عندها بزاف ديال الاستعمالات. أنا عندي هنايا 1%، يعني 1% هي اللي ديال العينين، اما 3% هي اللي كتكون ديال الحبوب للناس اللي كيعانيو من المشكل ديال الحبوب اللي كيكون عندهم في الوجه. هي كتكرم داك الحبوب اللي كيكون في الوجه وكتقضي عليه نهائيا، وعندها يعني حتى كتبيض حتى الوجه وكتقضي تاني حتى على الكلف بالنسبه للسيدات اللي عندهم الكلف في الوجه، يعني كتقضي عليه نهائيا. عندها بزاف ديال الاستعمالات زوينه البنات بزاف. مهم انا عندي هنايا غير 1%. بالنسبه لهاد الوصفه اللي غادي نعطيكم اليوم ديال تبييض الاسنان، يمكن لكم تستعملوا حتى 3%، ماشي مشكل. المهم هنايا قلت لكم كنحتاجوا البومادة الصفراء وكنحتاجوا معجون ديال الاسنان. مهم انا عندي هنايا سينيال، انا كنستعمل سينيال. بالنسبه لكم نتوما يمكن لكم تستعملوا اي معجون كان عندكم في المنزل ديالكم ومن فين كتستعملوه، حيت ما يمكنش لكم تبدلوا المعجون ديالكم اللي كتستعملوه ديما وتبدلوه ثاني بشي معجون اخر، لا، يعني غادي تبقاو على داك المعجون اللي كتستعملوه ديما، غادي تبقاو عليه. وغادي مهم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا كيفاش غادي نشرح لكم هذه الوصفه. المهم بالنسبه للناس اللي كيعانيو من عندهم سنان صفرين وكيعانيو من التسوس، هذه هي الوصفه اللي غادي نقول لكم. اول حاجه وهو سينيال معجون الاسنان، غادي ندير يعني المقدار اللي غادي ديروا كل نهار على حسب انت، يعني على المقدار ديال كل نهار، ماشي ديروا شي حاجه كثيره ولا هذه. المهم وغادي ندير هنايا البومادة الصفراء، وغادي نخلط هاد المكونات بجوج. بهاد الطريقة وصدقوني بالله كتعطي النتيجة في اول استعمال، كيبان لكم الفرق، يعني كيبان الفرق واضح بزاف، وغادي تبقاو ديما تداوموا عليها، راها مزيانه يعني كتبيض، كتعطيك واحد البياض زوين بزاف. هذه هي الطريقه بالنسبه قلت لكم الناس اللي كيعانيو غير من الصفيرات ديال السنان ديالهم، هذه هي الطريقه بانك دير معجون وهاد البومادة الصفراء، تخلطيها بحال هكا وتغسلي السنان ديالك عادي كما كتغسليهم، موالفه كتغسليهم ديما تغسليهم. وبالنسبه للناس اللي كيعانيو من المشكل ديال اللثه، اللي عندهم اللحم ديال السنان مريض بزاف، وكحتى يعني كاين كتنفخ ليهم اللحم ديال السنان كيعطيهم الصداع، يعني بزاف ديال الحوايج، كنصحك انك تستعملي غير بالنسبه لي، يعني هاد الوصفه راه حتى للرجال والنساء، واخا كنخاطب غير البنات سمحوا لي. المهم كتعدي تستعملوا غير بومادة الصفراء، يعني ديروها في الشيته ديال السنان وتدوزوها على اللحم ديال السنان ديالكم، ولا ديروا غير يعني تديروا غير بومادة صفراء في الصبع ديالكم وتدوزوها على اللحم ديال السنان، راها يعني كتعطي حتى هي نتيجه، يعني كيولي اللحم ديال السنان ديالك اللون ديالو غوز،
يعني كيرجع اللحم ديال السنان كيف ما كان عندك في الاول، يعني ما كيبقاش هكاك حمر وفي دوك البقع كحلين. يعني الا كان عندك اللحم حمر بزاف وعنده دوك البقع كحلين، عرف بلي اللحم ديال السنان عندك راه مريض. داكشي علاش كنصحكم بهذه الوصفه، راها فعاله وكتبان يعني من اول استعمال. وكنتمنى يا ربي تعجبكم هذه الوصفه اللي جبت لكم اليوم. وما تنساوش بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم والصديقات باش تعمل فائده للجميع. وباباي عليكم، فيديو مقبل ان شاء الله. بسلامه.